أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة، فيما سيطر اللون الأخضر على المعادن النفيسة والعملات الرقمية. هبطت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.10% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 85.40 دولار للبرميل الواحد. أتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بنسبة طفيفة مع استيعاب الأسواق للزيادة الكبيرة المفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة. أيضا تركيز المستثمرين على تراجع الدولار وآفاق نمو الطلب. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.30% عند 1846 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات الخميس مع تراجع الدولار ووسط توقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته المتشددة. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة كبيرة بلغت 8% لتغلق عند مستوى 24574 دولارا. قفزت أسواق العملات المشفرة اليوم الخميس حيث سجلت القيمة السوقية لها ارتفاعا بأكثر من 84 مليار دولار خلال 24 ساعة الماضية. تجاهل المستثمرون المخاوف حيال استمرار تجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، القلق بشأن تحرك السلطات التنظيمية الأمريكية لمنع إصدار عملة مستقرة تابعة لبورصة باينانس.